أعزائي متابعي ومشاهدي قناة ذا جلوبال في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في قناة ذا جلوبال. أنا في الحقيقة الفترة اللي فاتت ناس كتير قوي سألتني إذا كانت الشهادة بتاعتي معتمدة ومعترف بيها في ألمانيا ولا لا، عشان كده أنا في الفيديو النهاردة هقولك أنت إزاي بنفسك تقدر تعرف إذا كانت الشهادة بتاعتك معتمدة ولا مش معتمدة. هقولك إيه هي الخطوات اللي أنت تقدر تعرف بيها إذا كانت الشهادة معتمدة ومعترف بيها في ألمانيا ولا لا. قبل ما نبدأ الفيديو حابب أقولك إن هيكون عندك 3 اختيارات. أول اختيار هو H+. H+ ده معناه إن الشهادة بتاعتك معترف بيها في ألمانيا. تاني اختيار هو H+-، ده معناه إن الشهادة بتاعتك ممكن تكون معترف بيها وممكن تكون مش معترف بيها في بعض الجامعات هنا في ألمانيا على حسب الولاية اللي أنت بتقدم ليها. تالت اختيار عندك هيكون H-. H- ده معناه ان الشهادة بتاعتك مش معترف بيها في ألمانيا، وانك انت هتكون محتاج انك تدرس بعض المواد او انك انت مثلا تعمل سنة تحضيرية عشان خاطر الشهادة بتاعتك يكون معترف بيها في ألمانيا. اول حاجة بنعملها ان احنا بنفتح جوجل وفي السيرش بنكتب انا فين، وبعد كده بندخل على أول لينك يظهر عندنا بيفتح قدامنا الصفحة اللي موجودة قدامنا دي. طبعا الصفحة كلها مكتوبة بالألماني، ما تقلقش من أي حاجة خالص. احنا كل اللي محتاجينه هو تاني اختيار على ايدينا الشمال اللي هو institutionen، وبعد كده هنيجي نعمل سوخن. بيفتح قدامنا الصفحة اللي احنا شايفينها قدامنا دي، هنيجي على لندر اوزفال اوفنن وهنختار ايجيبتن لو احنا من مصر وبندور على الشهادة بتاعتنا من مصر، وبعد كده هنلاقي الي اورتي يعني الاماكن اللي موجودة في مصر. طبعا زي ما احنا شايفين كده قدامنا هو فتح قدامنا كل الاماكن اللي موجودة في مصر زي مثلا 6 اكتوبر والهرم والمعادي والشروق، اسوان واسيوط، كل الاماكن اللي موجودة، كل الجامعات اللي موجودة في مصر. خلينا مثلا نيجي نختار كايرو القاهرة، وبعد كده هنيجي نختار يونيفرستات بريفات يعني الجامعات الخاصة اللي موجودة في مصر. زي ما احنا شايفين قدامنا كده دي الجامعات الخاصة اللي موجودة في مصر، منهم مثلا جامعة بدر H+- يعني في أماكن معترفة بيها وفي أماكن مش معترفة بيها. لما ندخل على الصفحة التانية هنلاقي جامعة المستقبل برضو H+- يعني في أماكن معترفة بيها وفي أماكن برضو مش معترفة بيها، جامعة البي يو اي البريتش يونيفرستي. ولما نروح مثلا على الصفحة الثالثة هنلاقي برضو الجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية والجامعة البريطانية، كل الجامعات دي H+- خلينا كمان نعمل سيرش كده على الجامعات الحكومية اللي موجودة كمان في مصر. زي ما احنا شايفين كده قدامنا جامعة عين شمس H+ يعني معترف بيها هنا في ألمانيا، جامعة الأزهر برضو H+ وجامعة حلوان كمان H+ يعني معترف بيهم هنا في ألمانيا. يعني لو انت مثلا بتفكر انك تيجي تحضر رسالة الدكتوراه او الماستر ديجري تقدر طبعا انك تيجي تبعت للجامعات هنا في ألمانيا والجامعة بتاعتك معترف بيها تقدر انك تيجي تحضر الماستر ديجري او رسالة الدكتوراه. أتمنى طبعا إنك تكون استفدت من الفيديو. لو تعرف حد من أصحابك بيفكر في السفر لألمانيا أو إن هو يجي يشتغل تقدر إنك تيجي تبعت له الفيديو عشان خاطر هو كمان يستفيد. أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية ويومكم زي العسل.